تمام. لا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا يا سيدي رسول الله، انك اللهم انك عبد الكريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يا من العرض، لك يا ارحم الراحمين، وارحمنا وعفنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم اسالك التقوى من العمل وترضى يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر والإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عبد كريم تحب العفو فاعف عنا. حضرة اليوم إن شاء الله نتكلم عن الإخلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. قوله تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الإخلاص في السر والعلانية، لازم نخلص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، أرحمنا وعافانا واعف عنا، اجعلنا من أهل الإخلاص في القول والعمل في السر والعلانية. ما تخلص العمل لوجه الله ما شاء، لا يضرك أي ضرر ولا يضرك أي شيء، لأن أنت مع الله وأخلصت العمل لوجه الله وفوضت الأمر إلى الله. وفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يعني ربنا بصير وعالم وشايف كل حاجة، وعالم السر وعالم كل حاجة. يبقى نخلص العمل لوجه الله. الإتقان، الإتقان في العمل، يعني أي حد بيعمل حاجة يخلص لوجه الله، عشان ربنا يبارك له في ماله وفي صحته وفي عياله، ويبارك له في كل مكان هو فيه، لأن ما فيش أحسن من الإخلاص. الإخلاص هو سر النجاح، الإخلاص في كل حاجة، في كل شيء، في العلم، في القرآن، في المذاكرة، في كل حاجة. الإخلاص، اخلص يعني ايه؟ يقول لي اكفي، يعني اخلص العمل لله يكفيك العمل القليل، يعني اخلص النية لله يكفيك العمل القليل. لما تخلص نيتك لله اقل شيء هيكفيك وهيرضيك، لكن انت بقى مش مخلص لله، ولو مال الدنيا عندك عمرك ما هتقنع ابدا، لان ما عندكش اخلاص ولا عندك دين ولا عندك اسلام. بتحب الحسد وتحب الغل وتحب له. يا مرحبا يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهم في الكمال اصلح حالك وبال. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. اللهم صل وسلم يا مرحبا. يعني الاخلاص اهم حاجه، الاخلاص. اجعل نيتك خالصه لوجه الله هيكفيك العمل القليل، اجعل النيه خالصه لله هيكفيك العمل القليل. يعني شوف اما قال له يا ثعلبه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم، قصه جميله، يقول له يا رسول الله ادعي له، كان على طول يصلي مع رسول الله الفجر ويصلي كل حاجه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، صباح الفل والعسل عليه. يقول له يا رسول الله ادعي لي يكون عندي مال، ادعي لي يكون عندي كذا، ادعي لي يا رسول. قال له يا ثعلبه، قليل تؤدي شكره خير من قليل من كثير لا تطيقه. قال له بس ادعي لي يا رسول الله. قال يا رب ادي له اكثر من ماله، ادي له بقى عنده ايه، الحيوانات ايه، والاراضي ايه، ومال ايه. طغى اول ما بدا، ما بقاش يروح يصلي صلاه الفجر، لان اثقل الصلاتين على المنافق او المنافقين صلاه الفجر وصلاه العشاء، دول اثقل الصلاتين. يعني تقال ما بقاش يروح شويه، ما بقاش يروح الدور شويه، العصر، وهكذا. الدنيا لهيته عن ذكر الله. يقول له ان الصحابه بقى، ابو بكر وسيدنا، يعني الصحابه بكر وسيدنا عمر، يقول له يا رسول الله وين ثعلبه؟ قال لي يا ويحه ثعلبه. طب روح طلبوا الزكاه، راح يدوم ما ردوش، يعني يديه لهم. ابو بكر راح ما رضاش يديله الزكاه، زكاه المال وزكاه الزروع. قال له ما رضاش برضك، راح يعني سيدنا عمر وهكذا. على هيعمل بها خلاص، بدل يعني طغى وخد المال وخد كل حاجه. المهم بقى على ما الرسول بقى يقول له ويحك ثعلبه، يعني عمال يقول له ويحك ثعلبه، يعني انت في جهنم. ليه؟ لان ما سمعش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا ثعلبه، قليل انت قد شكره خير من كثير لا تطوقه. اما يكون عند اراد وعنده صاحب مال، حتى انك تعد في الفلوس طول ليل ونهار، ومش وهتبقى تنقص حاجه تصرفنا كذا، لكن لما تبقى قلبك وضميرك خالص لوجه الله، ولا هيغنك في يعني الفلوس دي ما تحطهاش في دماغك، الدنيا اصلا ما تبقاش في دماغنا، نخلي الاخره اقرب الينا من حبل الوريد، من زي عيننا كده، نخلي الاخره قدامنا عشان نعمل الصلاحات، نصلي الوقت بوقته، نلجا ربنا، نبر بالوالدين. مش بر بس، اسمه الاخلاص. وفي لو في اعلى من الاخلاص نعمله، لان بر الوالدين دي يعني كل الناس بتبر،
انت بتبر بتدخل تقول لي السلام عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته، اللهم استغفر انت ايه توك توك ولا اللهم صل وسلم وبارك، يعني يعني نور من انوار الله الربانيه المحمديه صلى الله عليه وسلم. انا فضلت الشيخه نور من انوار الله، اللهم صل على الحبيبي يا سيدي. بتكلم عن ايه حبيبي؟ عن حبيبي عن الاخلاص، المحاضره عن الاخلاص. امبارح كان العفو، النهارده الاخلاص، والمحاضره بتبقى على القناه، بس انا يعني ايه اختصار في الكلمات. يعني اما اخلص العمل، يعني اجعل نيتك خالصة لله يكفيك العمل القليل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير. قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دون. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واموالهم يوم القيامه. ربنا يصلح حالكم. قلت له قدواته فوق راسي يا حبايبي، ربنا يجبر خاطركم. اللهم صل وسلم وبارك. بس انت بقيت تضحك ولا بتضحك ضحكه ما شاء الله مليانه اول تضحك على اخرك ولا بتضحك على؟ ربنا يصلح حالكم ويجعلكم تضحكوا بالعمل الصالح يا رب. اصلح حالنا وبالنا وبعد الشر عنا. اللهم استرنا في الدنيا والاخره بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من اهل الاخلاص، اجعلنا من المخلصين. ان الله يعني ما فيش احسن من الاخلاص. الاخلاص صدقوني الاخلاص جميل. اما تخلص العمل، تخلص في بيت زوجك، تخلص لزوجك، ما تخونيش، ما تعنيش حاجه، ما تسرقيش حاجه، ما تقوليش سره لحد، ما تقوليش لامك ولا لابوك ولا اللي جابوك. حتى خسروا انفسهم، مش اموالين، ما انا عارفه خسروا، ما هي المال والخسر دي ودي. بس انا بقول لك يعني الشرح، وانا ماسكه القران اقراه. ما شاء الله عليكم، ايوه كده انتبهوا لي. بس انا مش ماسكه القران. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واموالهم يوم القيامه، خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. فانا شر، بس انا بقول خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، خسروا كل حاجه، ولا المال نفعه ولا الاهل نفعه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم خالص لوجه الله. يعني انا بشرح الشرح يا حبيبي او يا حبايبي الاستاذه والدكاتره، بيبقى تجيب كلمه حسب ما انت يعني اللي ربنا بينطقه لك، لان ما بحضرش. اللهم صل وسلم، مش في دماغ اللي بيجي في دماغي بقول لربنا اللي بيعينني. انتوا ليه؟ اتحدث في كل حاجه، ربنا بيخلينا اتكلم وانت مش حضرتك ولا حضرتك. ربنا لما بيامر خلاص. انا قاعد اصلا نشرح في حاجات تانية، بس ما كنت قافله التليفون، بس قلت اما افتح اقول درس ولا حاجه. دائما معاك الباس الحمد لله منوره العالم كله، ورب ما يحرمني منها ابدا ابدا. حبيبتي نور عيني، حبيبتي اشفيك وعافيك وبارك فيك. اللهم استرنا في الدنيا والاخره بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نجعل عملنا خالصا لوجه الكريم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، وازلفت الجنه للمتقين. عشان كل حاجه، يعني مش الفلوس بس، عشان كل حاجه، عشان هي الخير كله على العالم كله، هي الخير والبركه. اللي يشوفها كده يشوف الجنه، يبقى في الجنه. لكن انت اقول لك ايه، انت الشيطان ضحك عليك. اللهم صل على الحبيب في الاولين وفي الاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. يا رب العالمين استرنا في الدنيا والاخره، واجعل ماما في اعلى عليين، هي وبابا في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اجعلهم في كل في الجنان كلها يا رحمن، اجعلهم معاك في الجنان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بارك الله فيكم. يعني الاخلاص اهم حاجه، الاخلاص في القول والعمل، في السر والعلانيه، تخلص لله عشان يوم القيامه تلاقي اللي انت عملته، ما تندمش على اللي انت فعلته او اللي انت كتبته او اللي انت ايدته، لان بتكتب وتنسى وترجع تتاسف. لا، يوم لا ينفع من ندم ولا ينفع ولا ينفع ابنك ولا بنتك اللي عملته للدين، عيال الدين واولاد، وتفسد وتضغى زي فرعون وقارون وهمان. لا، خليك مع الله، تلقى تمشي تسافر من الدنيا ديت وانت قلبك طاهر لله، قلبك نقي لله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اللهم استرنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. لا صحيح، ما نمشي لما نصلي الضحى.
بارك الله فيكم عشان التليفون يقفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما طولتش عليكم.